مش نازل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شو عاملين ايه؟ رب يكونوا بخير. عمرو اشرف من قناة على اليوتيوب لفت عمرو اشرف. النهارده الرجالة جينا في معرض جميل قوي معمول عن الحمام المراسلات، وجايين نعرف حاجات اكتر عن الحمام السينا ونعرف معلومات تفيد المنتج. عايزين بس نعرف الاجواء هنا والدنيا بتمشي ازاي والحمام ده احلى بكام. عايزين نعرف حاجات كتير عن الحمام السينا. يعني هو الاجواء عامه احنا نازلين اصلا عشان نشوف والله بينزل حمام ستاندرد، بينزل برضه حمام اقل شويه من الستاندرد، كله بينزل على اساس ان هو يقدر يتحرك. الناس الجديده اللي نازله جديد لازم يشوفوا الفرق ما بين الستاندرد والحمام الاقل شويه، فلازم ينزل يتفرج على الحمام الستاندرد واحنا نوريها له، ولو عايز يعرف التقليب ازاي بالظبط ده برضه نوريه ونشرح له. وفي نفس الوقت الحمام القليله لازم يتفرج عليه عشان يعرف الفرق بين الحمايه دي والحمايه دي. ده كلام. انا شايف ان حضراتكم يعني مسمينها حيوانات باسماء معينه، الاسماء دي لا والله الاسماء دي بس مثلا كل واحد عنده باب معين فانا كويس بنسميه اسم بحيث ان هو بعد كده تبدا مثلا عندي باب مثلا اسمه وسيم مثلا تمام فانا عندي كويس حد خد مني مثلا نتايه سكه الوسيم عايز لها ذكر فبدل ما بيدور على ذكر عشوائي لا بيبقى عايز ذكر نفس السكه فبيسمي بنسمي الاسم بحيث ان احنا نقدر ان احنا نظبط كل طمش او كل شكل معين بس يعني لعبه تجريب معينه ليها ايوه عايزين نعرف برضك من حضرتك شو الناس عايزين يعرفوا في الحمام ده اي تحضير ممكن يزقه ولا في تحضير ممكن يزقه الحمام ده هو اي حمام معظم انواع الحمام اي حمام قليله بتجيب بمعنى ايه في رمايات في حمام اللي هو حمام الكاري اللي هو بيبقى مثلا حاجات مدخله على حمام رمايه عظم قويه نبدا نجيب ايه؟ نجيب الحنيه ونجيب الايه؟ القوه والشده لان في مستويات بيبقى فيها ضرورات جامده. افضل فالحمام ما بيقدرش عليه وافضل حمام كان افضل تحكيم تركيبه الاسكندرون على الكريزليات وغير على الكريزليات. عشان تعرف العظم يبقى شكله فرد حمام جسم محترم بعظم محترم بذوق انا عن تجربه بقالي سنين شغال بيه ما شاء الله في الزق محترم. وعشان يلبن الزغلوله طالع من البيضه كويس برضه ما يبقاش زغلوله الحمامه غشيمه عليها وهي صغيره. الحمام المراسل وهو صغير عظمه بيبقى كتير شويه فتلاقي الحمام مكتئب قدام عايزه اللي يحركها يعني عايزه ايه يلعبها عشان تبدا ايه ترفع العظم وتبدا ايه تقبلها كده فلازم الحمامه تكون ايه واخده على ايه على الحنيه مع قوه بالظبط مع ايه مع شده العظم قريب لازم الاثنين جنب بعض. انا عايز افهم حاجه هو المراسلات دي يعتبر من اصعب الحمام الزينه ولا في حاجه اصعب منها في الفرق؟ هو زي الساو ده زي الجزار المصري بمعنى ان المصري الحمام المراسل او الجيبشن هومر ده حمام مميز من طبعا الناس القديمه خالص خدناها منهم بايه بالوراثه تمام هو حمامه عايزه بمعنى ان هي عايزه ايه؟ عايزه رعايه من اول يوم تمام لان الحصى يبدا يفك ويتقشر لانه غير الغزار غير الحمام الزينه الثاني الحمام ما بيطلعش بعظمه هو بيطلع بالمنطقه اللي فوق هنا اللي عندك ايه؟ اللي هنقول عليها الفصين فصين صغيرين تبدا تنقل لفوق فانت مع القوه بتاعت الحمامه او حمامه جايه مثلا توب عاليه بتبدا تقشر لها وتساعد الحمامه ممكن تطلع عادي تطلع بالليل عادي من غير ايه تمام بس هي حمام محتاج من اول يوم بس متابعه تمام الاجانب انت تسندها مع الاهالي يعني ايه حمامه عايزه تستند مع الاهالي ده ايه تحضير تلبين وهكذا تمام عمنا تمسك فرد حمام كده وتفرجنا عمنا انا بتصور اتفضل اهو يا انتوا
فرجنا كده فرجنا كده فرجنا ده فرد بقى يعتبر فيه المواصفات اللي هم بيقولوا عليها ايه؟ الاصافة صافة تمام في جسم الفرد تمام 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 دماغ الفرد فتقت العين فتقت العين تمام المطب ده ما كنتش موجود تمام في اي حمام تاني يبقى عيب لو تلاقي دي صافة تمام في المراسة تقيل تمام ما يكونش دماغها طويلة تمام يكونش رجليه طويلة طب انا هقطع سيادتك في حاجة بس معلش بنشوف في العظام بتاعت المراسلات بتلاقي العضلة اللي تحت مش راكبة على الضبة اللي فوق تمام ده عيب مش عيب عشان اسمها عطش عن الهنا تمام اللي هي اللي تحت هنا كل حمامة دايرة كل ما بتكون يعني دي مش معناه ان هو دخل لا بس كل ما كانت فيها دموية اكتر ونازلة بعرض وتولد ان ممكن لو رفيعة ما خلال الخلافات على الحمام مع بعضه بتتفتن هو كمان عايز يعرف هتيجي منين ابو سلمى بتلاقي دي ظاهرة قوي في الفرد الداير تمام الفرد لما يكون داير تبقى اللي تحت اقوى من اللي فوق لكن لو فرد عضمه جاي عدل تمام مش هتطلع استاذ الغاية تمام استاذ الغاية فلازم يكون في دوران تمام عشان الدوران هيظهر لك دي قوي تمام في ناس بقى بتيجي عامله ايه بتلسع ده بتشور فرد الحمام لكن هو ده وقته في البيت كده لكن ده ربنا خلقه كده هو داير تمام غصب عن اللي تحت بيطول عن اللي فوق هو بس بيكون عشان في حالات معينه لا ما اعرفش يعني هو رشا اللي فوق رشا انا مش بتكلم على اللسع اللي هو الطبيعي عشان في ناس بتشوه لا لا هو في الحمام المصاب في بلدي بيقولوا ايه بتحف الحمام عشان تبين منظره بس كل اللي احنا بنعمله عشان الحمامه تاكل بس بس طبعا الابيض بيختلف عن الاسود الابيض مع الاستاذ عمرو ياسر الابيض بيختلف عن الاسود في التقليد بمعنى الحمامه البيضاء بطبيعتها بتبقى انعم درجه من الاسود ما بيبقاش فيها قوه تبويض بس عمري اسود الحمامه البيضاء عامه ما بيبقاش فيها قوه الصوت بتاعه البيض بتاعه الحمامه السوداء بس الحمامه بتبقى حمامه سمحه فيها العيون الواسعه فيها العظم بيبقى لازم يبقى مساوي مع الراس دي ميزه مهمه جدا في الحمامه البيضاء الحمامة لازم تكون حمامة قصيرة مش حمامة جربة مش حمامة طويلة حمامة واقفه يبقى فيها كلها تناسق ما فيهاش الكشاكيش اللي بتبقى هنا في الحمامه السوداء العظم بتاعها لازم يبقى مساوي برده من تحت العظم في الزود والبيض لازم يبقى مساوي سواء عظم رفيع او عظم تقيل لازم يبقى مساوي اهم ما يميز الحمامه البيضاء اللي هي تبقى متناسقه جامد جدا واللي هي ما يبقاش فيها الكشاكيش بتاعه انا قاطع حضرتك هي الحمامات دي المفروض الاستاندر بتاع انها تبقى بيضاء كلها طب لو ظهر اي اشاره فيها باي لون تاني مفيش ازاي الغبار الصافي اللي هو ايه فيه زرزره او كذا دي تركيبات تانية بنحاول يعني ايه نشغل بالنا بيها مثلا عايزين لون معين بمزاجنا زي الانجليزي او بس هو الاصل ابيض او اسود بيت الاسود ابيض ونص العين والجبن مختلفين عن الاسود طبعا هو سبحان الله اي حمامه بيضاء بيبقى شكلها حلو استاذ عماد قول لنا البيوت ايه بقى في المراسله يبقى في عندك البيت ابيض في بيت اسمر في ازازي في بدايره في حمريات الطوبي دي الاساسيات البيت الجايزه برده بيبقى له طوب معين يعني ما بيبقاش يعني لما رسمه الظهر من ورا في الصبار بتاعها بيبقى نظام القرفطه زي النفاث والحاجات اللي هي ايه اه لو لخبطه يبقى كده الباب خرج بره طب احنا عايزين نصيحه للشباب الصغيره اللي مثلا حابه تخش بالباب ده يعملوا ايه عشان يعرفوا يمسكوا حاجه مصطبعه ما يكترش يحاول يعوض الحمام ده عنده حاجه نقص في الحمامه دي طلعت يعوض فيها في ايه في حته تانية جديده لو اتذكر في حاجه ناقصه يعوضها فيه لو النتايه برضه مثلا ان اتذكر لو طويل شويه ركبوا نتايه قصيره اتذكر عظمه مش مليان من تحت يركبوا الحاجه اللي تنقصه الذكر عينه ضيقه يركبوا النتايه عينها واسعه الذكر فيه طول رجل يركبوا نتايه قصيره الذكر مش مظبوط من قدام بنعوض ناقص الحمام سواء النتايه او الذكر بنشوف ايه اللي ناقص في النتايه او ايه اللي ناقص في الذكر ونحاول نعوضه تمام اهم حاجه ان هم يمشوا ورا البيوت الاساسيه للحمام تمام البيوت الاساسيه للحمام لازم يمشوا وراها ما اروحش اجيب حمام انا اسف ما اعرفهاش اصلا من مصر واروح احط ادخلها على حمامي مش هتجيب حاجه تمام ده لازم حتى لو حمام قليله في المستوى انت وبختك تمام تمام انت حمام محترم ودوت من الاخر كده مش هتقدر توصلها لما تروح هو بعينها عنده اصول وعنده معروفه هو محترم عندها اصول وعنده حمام طيب تقدر ان انت تفرق تمام انا معلش طولت على لا يا حبيبي انا بس انا في حاجه بس عايز اقولها انا عايز افهم حاجه بس الحمام دوت اسعاره بتتراوح من كام عشان يعني احنا بنشوف بره في السوق في منه الشعبي وفي منه الستاندر وفي منه البيور قوي تمام احنا مش هنتكلم عن الشعبي لان احنا هنا في المنطقه هنا بفضل الله ما فيش حمام عادي تمام ما شاء الله بتنزل مستويات
عالية فما شاء الله في حاجات اللي هي الشواز يعني عايز يعرف بدايته لحد اقصى حاجة ممكن هو بتختلف من اللون الابيض واللون الاسود. اللون الاسود اغلى شوية من الابيض. تمام. الابيض برضو حمامة الوقت ما عادش موجود منها. الحمامة مستوى حلو كتير برضو بقت حمامة عزيزة شوية. تمام. بيبدأ سعرها متوسط السعر مثلا من 1500 وطالع بقى مثلا الابيض لحد 6-7000 ممكن بقى لو حصل طلعت اجمد من جديد شويه على سعر اجمد. تمام. الاسود بيتراوح سعره ممكن يوصل لحد 10 وممكن يزيد. بعدين زغلول الحمام غير الفرد الكبير يختلف طبعا. يختلف تمام. وبعدين هي بتبقى بقى حاصل للايه للامكانيات بتاعت الفرد قدامك. انت الفرد بيجيب وراه القلم راس كده جسمه وطوله ارتفاعه لون ثبات اللون لون العين درجه العين كل ده بيدي لك ايه نمر بتعليك كأنك داخل تعرض. كل ما الفرد زاد في حاجه كل ما ثمنه بيغلى حاجه في حاجه. ايوه بس في حته برضو يعني اللي بيبقى قوي باب بيبقى قوي باب استقل ايه يعني ممكن ابقى زينه ممكن ابقى مرسيه بيبقى الزينه بيبقى له حاجه معينه في دماغه. يعني انا راجل غاوي في حاجه في دماغي في الفرده عايز اطلعها باذن الله. عنده فرده حلوه معينه ما انا بركب فرده عليها عشان اطلع الحاجات. تقصد ان حضرتك ممكن حد بيلعب على الثوب حد بيلعب على العظم يبقى مظبوط شويه يعني كل واحد مميز في حاجه انت ماشي الحمام محمد بس احنا بندور ان احنا نوصل للاخر للحمامه الحاجه كويس اللي انت وانا وغيره واي واحد لو يبص عليها يحبها يشدنا يعني بتحطها في السلاكه كده انا وبص يروح لها. تمام. الكل ما يختلفش عليها. ومشارك عندك برضو الشباب اللي عايز يجي ان شاء الله يحضر معانا المعرض. أيوة. اول كل شهر اول جمعه من كل شهر حبايبه ياما هنا وان شاء الله مش هتدخلوا عليه باي معلومه. كل اساتذتنا في مصر بينزلوا واللي قلقان من الاسعار او اي حاجه تبع اللي هي الهوايه او كده الانتظار او كده لا احنا الحمد لله خارج المواضيع دي. تمام. قول يا حبيبي بالنسبه للمراسله بالذات من اصعب حمام في تربيته فين حمام الزينه انت معروف جبت حاجات مستويات عاليه كده وصابون شويه عشان في ناس بتروح في الحوار دي يقول لك انا جاي اتحصل بمبلغ الفراخ اللي زغلول عادي قصه ما يفتح عليه فلوس ولا قصه انت اهم حاجه بتشوف الراجل بيشتري من اصوله اصوله بعد كده هو يقول لك لا وان المراسلات دي بالذات بيت صعب جدا في تربيته وفرقه لا هو انك بقى تدي بقى ده وده دي تاخد مجهود شويه وعشان تفرق فرد قوي تمام تاخد 3-4 سنين. قصدي الكلام اللي هو مش لازم اجيب ذكر ب 10,000 جنيه على كتاب 10,000 جنيه عشان يجيبوا لي حمام جاي. لا ممكن ذكر ب 1000 ونص يتركب على كتاب 5-6,000 جنيه انا جايب ده مستوى ده مستوى تاني كده حمام مستوى حلو جدا ممكن الحمامين ابو 20,000 جنيه دول ما يجيبوش حمام مستوى كويس. هي الفكره كلها قدام الحمام جوه فرد الحمام الغاوي اللي بيفرخ الحمام بيشوف ايه اللي ناقص في الفرد ده وبحاول اجيبه. تمام. هي دي الفكره في فرخ الحمام. تمام. بعدين حمام فرخها صعب جدا 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 هي والوزار اصعب حمامتين بيتفرخوا في مصر غير الزينه خالص يعني ودي اللذه فيها طبعا. طبعا. في حته برضه كان الحاج محمد كان بيتكلم فيها بالنسبه مثلا عندي دخل قوي جدا اجل ايه على انتايه يديني زي ما بقول كده فرخ ضعيف صار ده ممكن انا بقى اصبر انا عليه في الوقت انا ممكن اقوم فارغ نتايه من ولاده وبعد كده انا الاقيها عليه هو تمام بنته كشفه بمعنى كشفه تبص تلاقيه يرمي فرد يديك الفرد تمام بس طبعا التركيبه دي كلها مش شوف الحالتين دول الحالتين مختلفين جدا جدا السن يعتبر واحد تمام عشان ممكن الناس تحكم عليه على الحاج يقول لك لا ده لسه صغير لا السن العمر ده واحد ماشي بس لو تبص على المستوى ده والمستوى ده تمام هنا يفرق في التقليب يفرق في السعر انت ممكن تتكلم فرد زي ده معلش يعني يعمل له بتاع حوالي 700 جنيه 800 جنيه تمام فرد زي ده معلش يعني تتكلم في 3-4-5,000 جنيه. طب ليه يا عم ما دي مراسله لا مش قصه لا ما هي في نمر هنا اعلى من نمر هنا في نمر هنا مش هو بيفكروا انت عشان تطلع دي عشان تطلع دي هتستهلك من دي كتير تمام وهتصرف عليك كتير تمام لكن دي انت هتقدر مع نفسك هتقدر معاك مش هتقدر على نفسك المشوار تمام طيب من هنا الناس بتحرج الفيديو بتقول لك انا الناس بتتكلم على فرد مراسله عام ب 10,000 جنيه ليه؟ هو ده تعب ده انا معلش انت مش هتيجي تاخد تعبي وتمشي عشان الفلوس وخلاص بس في معرض انت تعبت عليه تمام صرفت عليه انت بتدي ركل انت احنا بقى خلال المعرض بنحاول نقلل الاسعار بمعنى ايه بنقول ان الفرد ده زي ما تقول موضوع في الصلب البلدي تمام يعني ممكن واحد يقول الفرد ده مثلا ب 100,000 جنيه لا وقف عندك الفرد ده يسوى مثلا ال 70 ال 60 ما يجيش على اكتر من كده لان في شباب للاسف بيروح عند غاويين معينين يدي له عش زغلول مثلا ب 5,000 جنيه في الوقت اللي احنا فيه ده ياما جدا مفيش حاجه اسمها عش زغلول دلوقتي 5,000 جنيه على الاقل يعني خالص ثلاثه يبقى ده كويس قبه او السقف تمام
فاحنا في المعرض هنا بنحاول نقنن برضه المواضيع. ليه؟ في غاويه ناس غاويين او غاويين شباب صغير عايز يخش الباب وخايف ينتهك عليه مش عارف، فاحنا عايزين نطمنهم يعني. طب احنا عايزين بس طاقه زي ده بيوفر على الشباب الصغير كتير جدا. لو جه قعد مع الشباب اللي هنا ساعه واحده بس هيعرف الدنيا كلها، ويعرف الاسعار من ايه، هيعرف الفصول ايه، هيعرف الحمل كويسه ايه من الحمل الوحشه ايه. هنا في الملتقى هنا من الاخر بنوفر على الشاب الصغير اللي هو لما يجي يدخل الباب هيوفر على نفسه شوط كبير جدا 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 من قبل ما يدخل. تمام احنا عايزين بس هنا الناس الجمعه كل جمعه، ما احنا قلنا لهم والله ما الناس عرفوا يا جماعه كل جمعه من اول جمعه في كل شهر المعرض ده بيتعمل هنا. تمام حاجه عايزين بس ننهي بيها، فرد الحمام ده بيكلف كلفة عادية ولا ليه كلفة معينة؟ هي عامة بيميل للنعمة بس ممكن انت ايه انت كغاوي توظفه بيكلف كلفة عادية جدا. في ناس مكالف غويطة شوية، في ناس بتكلفه بكلفة نعمة، وفي ناس انا واحد من الناس بكلف كلفة عادية جدا، فول ذرة قرطم شعير اي حاجة بكلفها ما عنديش اي مشكلة. طبعا. في ناس تانية ميالة اللي هي تكلف نعم. تمام هي كل المشكلة اللي احنا بنحط الاكل في مكلف يكون غويط شوية لان بوق الحمزة شايف كبير عشان على الاقل الفرد ما يتعورش. تمام متشكرين جدا لحضراتكم والله احنا استمتعنا معاكم، اتشرفنا ان شاء الله باذن الله كل اللي بيتفرجوا يعني هتبسطوا على الفيديو ده والله ان شاء الله. واحنا بندعي كل الناس ان شاء الله كل جمعه من اول كل شهر احنا متواجدين هيشوفوا هنا باذن الله افضل مستويات حمل المراسل المصري بكل الوانه، وهيقعدوا هنا مع اساتذه هيستفادوا منهم بحاجات. انا وانا صغير كنت باجي اقعد جنب الناس دي عشان بس اسمع منهم هم بيقولوا ايه، لحد الحمد لله ما وصلنا لحد المستوى الحمد لله كويس. طب وصف لهم القهوه دي فين بالظبط؟ في القهوه دي قهوه المناسبه فرجة الشقه اول كل شهر هتطلع لها بسلم كده مش في الشارع هي فوق. تمام هو الملتقى الشقه جراج بمعنى اصح اول جنب الجراج كل شهر وصور برده كل هفته بتاع صور برده خدتهم الشوط كده الناس اللي بقول لك هنعمله شير بس.